صباح الخير. ملفان يتصدران واجهة الاهتمام في صحف بيروت هذا الأسبوع: تمديد ولاية مجلس النواب وملف المخطوفين العسكريين، وذلك بضوء معطيات مستجدة بشأن الملف الثاني واقتراب موعد الجلسة النيابية. هذان الموضوعان وغيرهما سأتابعهما في حلقة اليوم من كلام بيروت مع النائب السابق الأستاذ سمير فرنجية. صباح الخير أستاذ فرنجية. أهلا وسهلا فيك. كاريكاتير غانم اليوم بجريدة الجمهورية تمحور حول الموضوع الأول، وهو التمديد لولاية مجلس النواب. رسم مواطنين يعملان على تركيب كلمة التمديد من أساطر، يعني عم بيوصلوا هذه القساطل بعضها ببعض. هل بتعتقد أنه تمديد صار تحصيل حاصل، أم أنه الثغرة المتمثلة بالموقف المسيحي رح تطير حتى هذا الاحتمال؟ هذا أغرب موضوع سامعه، هو هالنقاش اللي عم بيدور حول مسألة التمديد. نعم، يعني بلد على يعني بوضع كارثي، منطقة يعني عم نشوف شو عم بيصير فيها، كل اهتمامنا اليوم بنمدد او لا لمجلس النواب، ونقاشات واجتماعات والى اخره لموضوع اسمحي لي بالتعبير تافه مثل هذا الموضوع. واضح انه اليوم ما في انتخابات نيابيه، بالتالي شو بنعمل غير انه نمدد؟ النقاش كان مفروض يكون حول مده التمديد وليس حول التمديد وليس حول مبدا التمديد. دخلنا بهالشيء لبنان، اذا اليوم واحد بخبر شو عم بيتناقش بالداخل اللبناني ما حدا بيصدق برا، انه بجو كل شيء عم بيحصل عم نشوف اذا ايه او لا. هل هو قصور بالرؤيه ام مزايده بالسياسه بالشارع المسيحي؟ هن اثنين، ومع الاسف يعني بدل ما يكون المسيحيين اليوم اولويتهم بمكان اخر كليا مختلف، بعدنا بمزايدات متبادلة. بس ما عم تظلم هون كل المسيحيين أستاذ فرنجية؟ لا. لأنه في قسم من المسيحيين يلي هو المتمثل بفريق 14 أدار عم بيقولوا أنه أولويتهم الاستحقاق الرئاسي. غير قصة الاستحقاق، إذا اليوم بفريق 14 أدار تحديدا شو بدي من ميشيل عون وجماعته، بدي أحكي عن جماعة 14 أدار تحديدا، أنه اليوم بعدين ما تكون الأولوية المسيحية، كيف بدنا نوقف نمنع الحرب الأهلية الداخلية بلبنان؟ تكون هاي أولويتنا، لأنه هذا دارنا بالبلد وهذا دار البلد بالمنطقة. فيتي من وقت من لحظة الانتخابات الرئيسية بأمور صغيرة، شو ما كان مهم رئاسة الجمهورية بهذا الظرف في أهم، مش عم بحكي هون دستوريا وقانونيا وكذا، عم بحكي بالوجهة السياسية. أنا بفهم واحد يعترض على أي شيء لأنه هذا بيضرب الوحدة الداخلية. بفهم أنه انتخابات رئاسية أساسية للحفاظ على نظامنا الجمهوري، تنحط بهذا الإطار بفهمها. بس النقاش منمدد ما منمدد، كيف منمدد، ليش منمدد، ليش في حدا بين اللبنانيين عم بيتابع هذا النقاش بجدية؟ في شي حدا اذا اليوم هلا طلعنا من هون وسالنا شي واحد بجاوبنا بيعطينا راي بالموضوع، بيطلع فينا بيقولوا لي وين؟ وهذا الامور تفسيرك لهذا الامر؟ في انا برايي فقدنا الرؤيه وصرنا عم نتسلى ببعضنا. انه شو قال ميشيل عون؟ شو طلع سونداجات على موقف المسيحيين من التمديد؟ نعم. شو السونداجات؟ كل يوم انا بعمل لك سونداج، هلا بدنا نبني سياستنا على السونداجات؟ بدنا نبني سياسه، بدي اختلف انا والفريق الاخر على رؤيه، على مشروع، ما بدي فوت بهالزويريبه. الموقف البطريرك الراعي استاذ فرنجية اليوم جريده المستقبل بتقول ان البطريرك الراعي يرفع الصوت معلنا رفضه للفراغ الرئاسي، ومتهما من حكم على الكرسي الاول بالشغور بالتمهيد للفراغ الكامل والتحضير للمثالثه ومعزوفه المجلس التاسيسي، وهو ما ندد به الراعي ايضا. كمان البطريرك كان عنده موقف رافض بقوه للتمديد. هو ما في انسان اذا بتسالي
حاول التمديد الا ما موقفه مبدئيا مفروض يكون رافض. نعم، بس ما عم بيأثر على الفرقاء المسيحيين انه اذا عارضوا وكانهم على غير موجه. ما هو يعني خليني اقول انه جاوبوا اليوم على فريق مسيحي بكلمه بيلعب يعطي الانتخابات بدون ما يسمي، بدون يعني ما يسمي. ليش ما عم بيسمي البطريرك الراعي؟ مش مهم يسمي، بس انا برايي مهم نحن نبادئ. يعني صار 14 أدار مطلوب منا تحط عنوان تقول بدنا اليوم نبني شبكة أمين اليوم. نعم. مش بكرة اللي عم يصير بطرابلس وبعرسال وبصيدا وإلى آخره. أنا بتذكرني بأول أيام الحرب الأهلية بلبنان في شعور عن طائفة بكاملة بالاستهداف. طب هذا الشعور عم ينمي تطرف وعم بضعف الاعتدال بداخل هذه الطائفة، مظبوط أم لا؟ نعم. طيب هون إذا شايفين أمور رايحة بهذا الاتجاه، بعدنا بنحكي إنه كيف بنمدد وقديش بنمدد أو بنحط شبكة أمان. شبكة الأمان يعني شو قوامها؟ قوامة. يعني وهون قوة 14 أدار عملت عدة مبادرات ما تم تلقفها من الناحية الأخرى. عملت مبادرات على مسألة الرئاسة. نعم. مع فريق باتجاه فريق أساساً معطل الانتخابات لأغراض وأسباب خارجية. نعم. هو حزب الله ومعه ميشيل عون. أنا برأيي شبكة الأمان بدها تضم مش هالأحزاب، لأنه هذه الأحزاب ساكت بتقرر أنه تجربتها مشروع إلى آخره صار عن نهايته، أهلا وسهلا فيها. أنا بقعد مع حزب الله اليوم. إذا هذه الأحزاب تختزل مكون أساسي بالبلد، كيف بدها تكون المبادرة خارج الحزب؟ أنا برأيي مش تيجي مبادرة، تيجي لكل إنسان بأي طائفة الكين. نعم. ما بده العودة إلى الحرب بلبنان. على شكل مؤتمر يعني بتقصد؟ ما بعرف على شكل حراك، بس أنا بقوله في حراك طويل عريض بالمجتمع المدني. نعم. خلينا بالقليل نشجع هذا الحراك ضد الحرب. بدي أعطي صورة. نعم. توفى السيد هاني فحص. نعم. اللي صار بالبلد استثنائي، انه يجتمعوا كل طوائف لبنان وكل ويكرموا هذا الانسان شغله مش عادي. الناس هون انا بقول افضل يعني اشاره على انه الناس ما بدهم هالحرب. صلنا من سنه 2008 لليوم، من وقت احداث بيروت غيرت تبع ايار لليوم، كل يوم كان مفترض يصير في حرب اهليه لو ما بمكان ما استخلصنا عبر التجربة الماضية. والأزمة اليوم ليش شو المأخر نشوب حرب أهلية بهذا البلد؟ إنه ما في فريقين، في فريق واحد، ما في اثنين، ما حدا عم بيتجاوب معه. المحاولات من هو هذا الفريق تقصد؟ حزب الله. فريق حزب الله بده حرب أهلية؟ يعني بسلاحه بده يفرض على اللبنانيين خيارات هن ما اختاروها، شو بيكون عم بيعمل هذا؟ بيكون عم بيدفع فريق آخر يجرب يواجهه بسلاح، مظبوط ام لا؟ نعم، ولكن هو سلاحه حاصل على تشريع اعلامي من مجلس وزراء. لا، اليس كذلك؟ لا ابدا هالشيء هذا. هو موقع بالبيانات على الوزارات. هو موقع على قرار مجلس الامن 1701، وهذا القرار موجود بكل البيانات الوزاريه. النقد نفض يده منه. نفض يده يعني نفض يده شو معناته؟ انه بوقع من مال وبنفذ جدي من مال، بالتالي ما له شرعيه. الشرعيه اليوم هي للسلاح للدولي. اللي فينا نعمله مع حزب الله انه نتفاوض حول هذا الموضوع، نعطيه الوقت اللازم الكافي والى اخره، بس بالمبدا لا. بالمبدا هذا السلاح ما بقى لازم يكون هونيك، وبدليل انه هذا السلاح عنوانه كان بالنسبه لحزب الله مقاومه اسرائيل. اليوم شو؟ بالالمون عم بيقاوم اسرائيل؟ إذا عم بيقاوم الموجة التكفيرية، بيعتبر عذرا أكثر من أي وقت مضى أنه كان من الصواب أن يتدخل في سوريا. وبأي حال الأمين العام للحزب بهاليومين رح يكون له كلام يصب في هذا الإطار، أنه يشدد أنه رح يضلوا بسوريا طالما المهم بتقتضي منهم هذا الأمر، يعني الدفاع عن لبنان بوجه المد التكفيري. هني بس هني كحزب له حق يدافع عن لبنان؟
هل الدولة اللبنانية بتسمحني أعمل ميليشيا تروح أنا حارب التكفيريين بالكوكاز؟ أنا بيطلع لي نفس الشيء، نفس الحقوق اللي عنده إياها حزب الله؟ فيني بكرة أعلن أنه صار فيني نزل ناس مسلحين بالشارع ليش؟ لمواجهة التكفيريين؟ ما هي هذا البلد في شيء، في مرحلة عشناها غير طبيعية. أنا اللي عم بقوله خلينا نوفر، خلي حزب الله يوفر على حاله وعلى اللبنانيين وعلى الطائفة الشيعية علينا كلنا، ويقعد على هالطاولة ونشوف كيف بدنا نطوي صفحة هالسنوات الماضية. شو هو القاسم المشترك لمجموع لمعقول أو ممكن يقنع حزب الله بالجلوس إلى هذه الطاولة؟ أولا ما في مشترك، في إنه في أزمة، إنه حزب الله معلن من سنة إنه انتصر بالألمون وإنه انتهينا. النظام اللي عم يدافع عنه حزب الله نظام ما بقى ممكن ينتصر، في اخر سقوطه ماشي الحال. شو هالمشروع هذا اللي عم نضحي فيه بلبنان وعم نضحي فيه بشبابنا والى اخره تنأخر سقوط النظام بسوريا؟ شو هيدا المشروع؟ هذا مشروع سياسي. في ناس اعترضوا علينا انه كيف طالبنا بخروج حزب الله من سوريا، شو الـ اذا بدك المبرر الاعتراض؟ انه اتركونا هونيك خلوا يقتلوا بعضنا. يعني هذا شعور عند كتار من الناس انه لا اتركوا. من هون عم بقولوا انا في كلام لازم نقوله نحن وحزب الله، شرفوا يا جماعه خلصت القصه، خلينا نشوف كيف بدنا نطوي على الصفحه. هل ممكن للاستحقاق الرئاسي يكون بداية الالتقاء؟ أكيد بيكون ترجمة من ترجمات هذا الالتقاء. حول من؟ سيما أن الحزب متمسك بالعماد عون للرئاسة. بهذا الموضوع خلصت القصة. بعده يعني عم يعلن هذا الأمر وبيقول أنه الفك والربط بهالموضوع هو بالرابية، يعني مش عنده. هو هيدي عم بيقول لك أنه ما في انتخابات. يعني بهذا المعنى. بس برأيي عم بحكي أنا بمرحلة البحث عن تسوية، لا بتصير إذا انتخابات الرئاسية الخطوة الأولى على طريق هذه التسوية. يعني التسوية بالمعنى مش المساومة، التسوية بمعنى طي صفحة هالعشر سنوات المرو ونقول شرفوا تن اجت فرص ما عرف حزب الله يلتقطها واعتبر حاله قوي كفاية ما يلتقطها. اليوم صرنا كنا بالهوا سوا. انا تقييمي اليوم للوضع انه مشروع 8 اذار فشل، بس مشروع 14 اذار لم ينتصر. هذا وضعنا. وبين هذين الحدين اللبناني يتارجح. تماما. اليوم ابراهيم ناصر الدين بيقول انه البطريرك الراعي بيعرف انه المشكله هي داخل البيت الماروني بالنسبة للاستحقاق الرئاسي وليس بأي مكان آخر، ويعرف جيدا أن أي إجماع من قبل القوى الرئيسية المسيحية على هوية الرئيس العتيد لن يجد من يمنع وصوله إلى قصر بعبدة، فما ذنب حزب الله وأين مسؤوليته بالتعطيل؟ هو يعني خلينا بدون هالتبسيط، أولا مش مطلوب من المواطنين يتفقوا على رئيس جمهورية، مطلوب من اللبنانيين يتفقوا على رئيس على غرار الرئاسات الثانية والثالثة. يعني هذا المنطق هو منطق القانون الارثوذكسي، كل طائفة بتدبر حالها بحالها. لا أنا بدي إنه المسلم يعطي رأيه برئاسة الجمهورية كما المسيحي بيعطي رأيه برئيس المجلس وإلى آخره. من هالشي عم بيصير بالرئاسات الثانية؟ بجوز ما تصير بس ما بدنا نكرسها. شو هالنكتة هيدي إنه المواطنة إذا اجتمعوا كذا التعطيل جاي من إنه ورقة انتخاب ورقة رئاسة الجمهورية بلبنان معلقة بضمن التفاوض الإيراني لم يحن أوانها بعد، يعني تركينا معلقينا أنه تكون ورقة تقدر إيران تقدمها على الطاولة بلحظة المفاوضات. شو بدنا من هذا الموضوع؟ يعني أنا بدي أروح لأبعد من هيك. اللي عم بيصير بهذا البلد خطير. نعم. فينا نيجي نقعد مع بعضنا نقول يا جماعة شو إذا بدنا نفوت على حرب فيما بيننا خلينا نعرف حالنا. إذا مشروع أسس الحرب أو أسس الوفاء يعني بهالمعنى. تمام. ما في مجال. بال 75 فتنا هيك، ما حدا اعتبر إنه فاتها حرب. صرنا نحكي جولة أولى مش هيك؟ أخذت معنا 6 شهور تفهمنا إنه والله صرنا بحرب.
بتخاف اليوم انه يرجع يقع نفس الشيء. بعد الفاصل رح نبقى بالموضوع السياسي والحكي عن ميثاقيه او عدم ميثاقيه اي مشروع، يعني سواء بالنسبه للتمديد او للمواضيع الاخرى. لحظات مع فاصل قصير، نعود بعدها لمتابعه هذا الحوار مع النائب السابق الاستاذ سمير فرنجيه.